هيدا أول مرة لي بتونس وعندي فيلم قصير بعنوان هردبشت أو ذا هيرل، وأول مرة بينعرض هون بشنيني بجابس، وأنا كثير مبسوط إنه هيدا الفيلم عم بينعرض بمهرجان بيئي مثل هيدا، لأنه خاصة بالبلدان العربية وبلبنان نحن عنا في كثير عنا أزمات بيئية، وهيدا الفيلم بيتحدث عن موضوع أزمة النفايات، لأنه نحن ما كثير عنا بيعملوا ريسيكلاج. هلأ صار في توعية أكثر بخصوص الموضوع، وصاروا الجمعيات أكثر يتوكلوا هالمواضيع ويشجعوا الشعب على هيدا الشيء. فأنا من لما عملت هيدا الفيلم حسيت it was an eye-opening experience، لأنه نحن استعملنا نفايات حقيقية بقلب الفيلم، فكنا عم نجمع على مدى أسبوع انا وعائلتي اللي قاعدين بالبيت، عندي ماما كمان لجيراننا يعني، فشفت قديش كميه النفايات اللي نحن بنعملها، وكانت مثل هيك اكليك انه توعيه لنا انه لازم نغير نمط حياتنا ان واي. فبلشنا شوي نعمل ريسايكلينج بالبيت، اعاده تدوير الافراز، كل هالتفاصيل. فانا بالنسبه لي مهرجانات مثل هيدي كثير بتشجع المخرجين ان يكونوا عم يحكوا عن هذا الموضوع اللي هو كثير مهم، ومنسلط الضوء على هالقصص من خلال السينما ومن خلال الافلام اللي بنعملها.